السلام عليكم، معكم سفيان، انا يوتيوبر واليوم غنوريكم شو تقدروا ديروا بالورديناتور ديالكم فاش كتكونوا عارفين لو كود. مرحبا بكم في 3 دقائق بور كودي. من بعد ما تعرفنا على كيفاش نبروغرامي ولي لوتانسيبل اللي هما لي زيموتيكون، في هاد لا فيديو غادي نشوفوا كيفاش لوتان سوبر كودور غادي يتفاعل مع لي زيموتيكون فاش غادي يطلق، حيت حاليا الى لوتان سوبر كودور قاس لي زيموتيكون ما غادي يطرا والو، بحال في لو جو فيديو سوبر ماريو، فاش سوبر ماريو كياخذ لي بيس اونور كنسمعوا واحد لي فيس اونور بحال هذا، عاد ما كيبقاوش يبانوا. ماشي هو هذا لو جو ديالنا، ولكن غادي نديروا نفس البرينسيپ مع لي زيموتيكون و سوبر كودور. اجي نشوفوا كيفاش. وكيف ما تعلمنا في الحلقات السابقه، خاصنا نبداو لا بروغراماسيون ديالنا بايفينمون. كنجيبو كون لاغيغ بلون باسكول سور جو هي الاولى، ودابا الى عقلتو على لا كونديسيون سي اللي كنتيستيو بها، سي اون دوني اي فري في اللعبه ديالنا، غادي تكون سي لي موتيكون ديالنا فرحان قاس ولا ما قاش لوتان سوبر كودور شنو غادي يطرا. ما تنساوش هادشي كنديرو في لا زون دو سكريبت ديال لي موتيكون. هنا كنمشيو للبلوك كونترول وكنجيبو لا كونديسيون سي. دابا كيف ما قلنا، سي لي موتيكون توش لو سوبر كودور الوغ خاص طرا شي حاجه. كنجيبو توش لو سوبر كودور من بلوك كابتور. عقلتو على بلوك كابتور؟ كنا خدمنا به في الحلقه الثالثه. نعطيكم مثال، مثلا فاش كنكونو كنلعبو شي جو كنشوفو لي لوتان كيقيسو بعضياتهم، ولكن لورديناتور ما عندوش عينين باش يشوفهم، عندو دي كابتور. دونك كيف ما شفنا في ليكستري دو جو، فاش لي موتيكون كيقيس سوبر كودور ما كيبقاش يبان. باش نديرو هادشي كنجيبو كاشي من بلوك ابارونس. دابا لي موتيكون ديالنا اون فوا غادي يهبط ويقيس سوبر كودور ما غاديش يبقى يبان، ولكن انا باش غادي نزيد نتاكد بلي لي موتيكون قاس سوبر كودور، هنا غادي ندخل مؤثر صوتي لي اون فوا لي موتيكون غيقيس سوبر كودور غادي نسمعو. وباش ندير هادشي كنمشي لبلوك سون وناخد جوي لو سون، ونقدروا نختاروا لو سون اللي بغينا في لونجلي سون. هاد لونجلي عندها تماما نفس الميزات اللي شفنا في لونجلي شوازير ان سبرايت ولا لونجلي شوازير ان اغيغ بلون. الى وركنا على شوازير ان سون، نقدروا نامبورتيو لو سون من لورديناتور ديالنا، ولا نختاروا لو سون من الكالغي اللي عندنا في سكراتش، وايضا نونغوجيستريو الصوت ديالنا ونعدلوه على حساب لابارتي اللي بغينا. وكيف ما العاده ما بغيتش هادشي يطرا مره واحده، بغيت فين ما لي موتيكون يقيس سوبر كودور نسمع المؤثر الصوتي، كنجيبو ريبيتي انديفينيمون من بلوك كونترول. دابا عرفنا كيفاش لي موتيكون ديالنا غادي يتفاعل مع سوبر كودور، فاش غادي يقيسو غنسمعو الصوت، بقى لينا لي موتيكون اللي كاعي. باش تعرفوا كيفاش غنبروغراميوه تفرجوا في الحلقه الجايه. سالو.